أيها الحضور الكريم، ليتكرم السادة ممثلو هذه الأحزاب بالحضور لتوقيع الوثيقة الوطنية. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان المرغني، الحزب الاتحادي الديمقراطي دكتور أحمد بلال عثمان، حزب الأمة الفيدرالي دكتور أحمد بابكر نهار، حزب التحرير والعدالة دكتور تيجاني سيسي، حزب مؤتمر البجا السيد موسى محمد أحمد، حزب الحقيقة الفيدرالي السيد فضل الصيد عيسى الشعيب، حزب المنبر الديمقراطي القومي السيد فيصل ياسين يوسف، حزب العدالة السيد ياسر يحيى صالح، حزب الوطن السيد عمران يحيى يونس، حزب تحالف الشعب القومي دكتور عثمان علي حسين أبو المجد، حزب المؤتمر الوطني مهندس إبراهيم محمود حامد، حزب الجبهة القومية السودانية السيد عبود جابر سعيد، حزب المؤتمر الشعبي السيد إبراهيم الصنوصي، منبر المجتمع المدني الدارفوري السيد أمين محمود محمد علي، منبر السلام العادل السيد المهندس السيد مصطفى، حزب الأمة السيد مبارك عبد الله الفاضل، وعن الشخصيات القومية سعادة اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي. وليتكرم مشكورا الدكتور تيجاني سيسي لتلاوة الوثيقة الوطنية. منبر السلام العادل دكتور الطيب مصطفى. فليتكرم الباشمهندس إبراهيم محمود حامد عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار، بروفيسور هاشم علي سالم الأمين العام لآلية الحوار، بروفيسور حسين سليمان أبو صالح، ودكتور بشارة جمعة أرور لتسليم الوثيقة الوطنية وتوصيات لفخامة السيد رئيس الجمهورية. ذكراهم بتلهمنا وبتشجيعنا بعديمة قوية. يدورنا زمان يدورنا زمان وقفونا على الوطن. قولوا يا بلدنا خاصة روحنية، طايرين للتراب وحاضرين للوصية. يدورنا زمان يدورنا زمان وقفونا على الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الكريم المشير عمر حسن أحمد البشير قائد الأمة ورئيس الجمهورية، ها نحن فعلناها كما قالت شاعرتنا روضة، فعلناها حوارا وطنيا خالصا لكل أحزابنا وحركاتنا التي انضمت لركب السلام والأمن والاستقرار، وكل المجتمع السوداني بمختلف منظماته وجامعاته ومراكزه، لتقول لك اليوم انتصرت للشعب السوداني وانتصر بك الشعب السوداني.
الأخ رئيس الجمهورية، في هذا اليوم تقول لأهلك الذين عرفوك صادقا وأمينا وشجاعا وحارس حماهم بعزيمة وأمان كما قال المغني الآن، لأنك قدت هذه السفينة فكنت رمزا للسمود، لذلك جاءت كل أفريقيا والعروبة ممثلة في قادتها اليوم، لأنك رمزا لصمود الشعوب وليس السودان، صمدت في كل وجه كل المؤامرات وكل الدسائس حتى أضحى السودان آمنا، واليوم تنطلق بهذا الحوار الوطني لتؤكد بأن أهل السودان سوف يمضون إن شاء الله نحو الأمن والاستقرار والسلام. ندعوك الأخ الرئيس اليوم لتخاطب مسك الختام في قاعة الصداقة لهذا الحوار السوداني سوداني، ولتعلن لهم بداية الجمهورية الجديدة التي ترتكز على الوفاق الوطني وترتكز على الوثيقة الوطنية التي وقعناها الآن، جمهورية يسودها الأمن والاستقرار والازدهار لأهل السودان. تفضل أخ الرئيس بمخاطبة ضيوفك وأهلك في السودان، ونمضي إن شاء الله بك وبقيادتك نحو الأمن والاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الحمد لله، الحمد لله الذي بتوفيقه تنجز الأعمال وبقوته تتحقق الآمال وبنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النبي الأواب. نسأل الله أن يجزي له الثواب ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الحساب، والسلام على جميع أنبياء الله ورسله الخلص الأطهار، وسلم تسليما كثيرا. السادة أصحاب الفخامة والمعالي، ضيوف بلادنا الكرام، فخامة الرئيس إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية تشاد رئيس الاتحاد الأفريقي، فخامة الأخ الرئيس محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الجامعة العربية، فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الأخ الرئيس يوري موسفيني رئيس جمهورية أوغندا، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، السيد المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، السيد ممثل الحكومة الأثيوبية، معالي السفير عبد الله عالم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، السادة المبعوثون الدوليين، السادة ممثلو السلك الدبلوماسي من الدول الشقيقة والصديقة، السادة رؤساء الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، السادة أعضاء اللجان القومية للحوار المجتمعي، السادة ممثلو الأجهزة الإعلامية، المواطنين الكرام من أبناء ومكونات
هذا الشعب الأبي المعلم الذي يتابع هذا اللقاء التاريخي الجامع. أحييكم جميعا تحية طيبة من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي البدء أرحب بضيوفنا الكرام ترحيبا حارا باسم بلادنا حكومة وشعبا الذين يشرفوننا بحضورهم الأنيق، ونحن نختتم جلسات مؤتمر الحوار الوطني العام، ونستكمل بذلك فصلا مهما وأساسيا من مشروع الوجبة في مسارها المتصل بإصلاح البيئة السياسية، وإصلاح يرجى منه تحقيق توافق سياسي بين القوى السياسية ومكونات المجتمع على المقاصد العليا للدولة، توافق يعلي من الوعي القومي والولاء الوطني المستنير، ويؤسس لاستقرار سياسي مستند على ممارسة حزبية راشدة، سواء بالمشاركة في الحكومة أو بالمعارضة الوطنية المسؤولة، في إطار نظام سياسي ديمقراطي ناضج يرسخ مبادئ التنافس السلمي الرشيد والإيجابي على أساس البرامج والمواقف والممارسات تجاه إدارة وسياسات الحكم التي اتفقنا عليها في الوثيقة الوطنية المتضمنة لكل التوصيات الواجبة النفاذ. فالوثيقة الوطنية التي أرضيتموها اليوم هي العقد الاجتماعي الذي يؤطر الرؤى المستقبلية لتطور بلادنا. وبمثل ما التزمنا في بداية طرح فكرة الحوار، نجدد كذلك الالتزام اليوم بهذه الوثيقة الوطنية. وتأكيدا لذلك نقول أمامكم جميعا أن لا مجال بعد اليوم وبعد إقرارها لأي شكل من أشكال توظيف العنف في الممارسة السياسية أو التعبير عن المواقف. فالعقد الاجتماعي الذي بيننا وبين أيدينا اليوم متمثلا في هذه الوثيقة الوطنية هي ملك لأهل السودان جميعا، يلتزمونه جميعا ويحمونه جميعا ليسود التوافق الوطني المبني على التراضي بين القوى السياسية وتشكيلات المجتمع، باعتباره الإطار الراشد لممارسة الحكم وتوجيه الحياة العامة في بلادنا. وستكون هذه الوثيقة متاحة لكل من أراد التوقيع عليها من القوى السياسية والحركات التي لم توقع عليها. الإخوة أصحاب الفخامة الرؤساء والحضور الكريم، إن الركائز الكاملة التي اختطها مشروع الوثبة متمثلة في الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة هي المعلم الأبرز في تاريخنا السياسي من حيث الفلسفة الفكرية وسعة المشاركة الحزبية والمجتمعية وأهل التخصص والخبرة والمعرفة، وذلك لأن قضايا الوطن هي قضايا عامة ولا بد من طرحها في سياقها التاريخي وعرضها عرضا علميا بحقائقها الموضوعية، لأن التغيير الوطني الهادف لا يتم إلا من خلال التناول الموضوعي للواقع التاريخي وإعمال المنهج العلمي في الأداء. لقد انعكست هذه الرؤية في حيوية القضايا التي تناولها الحوار الوطني والتي اتسم التناول فيها بشفافية تامة وحرية كاملة تسودها الصراحة والوضوح وإخلاص النوايا، مما مكن كل القوى والرموز المتحاورة من تجاوز ما يفرق والاستمساك بما يوحد رؤاها حول قضايا الوطن الكلية. لذلك صار الأصل في مخرجاتها الاتفاق والتوافق ليصل مشروع الوثبة
لغاياته المرجوة والمتحققة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لقد أفلح مشروع الوثبة في عقد حوار سوداني خالص اتسم بالموضوعية والعلمية وشمولية موضوعاته وسعة حرياته، ولم يحجر فيه على أحد المشاركة في إبداء الرأي وطرح الأفكار والخيارات والبدائل كيفما يراها، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالفخر والإعزاز لما تحقق من نتائج متمثلة في هذه الوثيقة الوطنية التي حققت ما لم تقدر عليه الأجيال المتعاقبة منذ تكوين الدولة السودانية. لقد حقق مشروع الوثبة غاياته بالتوافق السياسي والمجتمعي والخروج بتوصيات تضمنت حلول ومعايير متوافق عليها، ويؤكد التزامنا بتنفيذها في كافة القطاعات التي وردت بها صدق مرامينا في إقامة الحكم الراشد وسيادة حكم القانون واحترام الحريات وبناء نظام سياسي قائم على الشورى والديمقراطية ويعتمد التداول السلمي للسلطة من خلال الاحتكام لخيار الشعب وفق منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم المبنية على الرضا المجتمعي الذي يعمق الانتماء للوطن ويعزز التآلف الأهلي ويعضد الوحدة الوطنية وينهي إلى غير رجعة حالة الاحتراب والتنازع والصراع. ضيوفنا الكرام، الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر، إن الجهود المخلصة التي بذلت في الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي فضلاً عما تم من إعمال فكر ومراجعات تطويرية في برنامج إصلاح أجهزة الدولة تدفعنا بثقة إلى اعتماد الوثيقة الوطنية الجامعة التي توافقتم عليها في الحوار السياسي والمجتمعي، وذلك لم تقتصر على بلورة مرتكزات الدولة الدستورية ومطلوباتها التشريعية فحسب، بل حددت النظام السياسي الأمثل والكيفية المثلى لإدارة سياسات الحكم، ورسمت إطارا كليا لمعالجة قضايا البلاد. فالمرتكزات العامة التي بلورتها قوى المجتمع في حوارها لنظامنا التعليمي والثقافي والإبداعي والرياضي فتحت المجال فعلا لا قولا لمشاركة قوى المجتمع المدني في بناء دولتنا وتحديث مجتمعنا والتعبير المشترك عن هويتنا، وهذا ما يمنح الوثيقة الوطنية قدرا معقولا ومقبولا من شمول النظر والمعالجة لقضايا بلادنا وتحديد اتجاهات بناء مسار المستقبل على قدر وافر من الرضا المجتمعي القائم على قيم ومبادئ الحكم الراشد وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية وكفالة الحريات العامة. هذه القيم والمبادئ بقدر ما هي مطالب للقوى السياسية على مختلف أطروحاتها وبرامجها، إلا إنها حاجة وضرورة اجتماعية ملحة تكفل النمو السليم للتكوينات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، لأن الغاية النهائية لمشروع الوثبة الذي طرح فكرة الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي هي تمكين المجتمع ليتقدم على الدولة في مضمار النهضة الشاملة. إن نجاح الحوار الوطني الذي سيعبر بنا إلى المراحل التأسيسية لتنفيذ مخرجاته، ونحن إذ نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم التقدير لكل من شارك في هذا الحوار حضورا وتداولا، نرجو التأكيد مجددا على التزامنا بما تم الاتفاق عليه في هذه الوثيقة الوطنية، ونعلن أمامكم من هذا المنبر المشهود بأننا سوف نتخذ كل الإجراءات المطلوبة لتنفيذها وفق الآتي: 1. إجراء التشاور اللازم للتوافق مع القوى السياسية والمجتمعية
لتكوين آلية لمتابعة وتأكيد تنفيذ توصيات الحوار الوطني العام بشقيه السياسي والمجتمعي. 2. بناء استراتيجية قومية على هدى مخرجات الحوار الوطني العام وفي ضوء مخرجات برنامج إصلاح أجهزة الدولة وما تستلزمه من مراجعة وتعديل للسياسات وللتشريعات بما يتسق وهذه المخرجات. 3. تكوين آلية قومية لوضع دستور دائم للبلاد. 3. تكوين آلية قومية جامعة لوضع دستور دائم للبلاد على هدى هذه الوثيقة، يحدد معالم البناء الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لمستقبل بلادنا ويحقق الاستقرار للدولة السودانية. ضيوفنا الكرام والحضور الكريم، لقد أنجزنا عبر المسار الثاني لمشروع الوجبة خلال الأيام القليلة الماضية وثيقة الحوار المجتمعي، والتي جسدت تفاهمات واتفاقات تبلورت بعد تداول مشهود انتظم مختلف فئات المجتمع وتشكيلاته ومنظماته وقواه الفاعلة ورموزه المتصلة ببناء الدولة وإدارة الشأن الوطني العام. وشكلت هذه المشاركة المجتمعية الضمان الحقيقي لحماية هذه الوثيقة بالسند الجماهيري والتأييد الشعبي لإصلاح الحياة العامة. وتلك هي الفلسفة التي قام عليها مشروع الوجبة، فقد تجلت عبقرية المجتمع في وثيقة الحوار المجتمعي التي أكدت وعيه بقضاياه العامة وقدرته على الاتفاق حول المشتركات والوصول إلى الاقتراحات الوسيطة التي يلتقي عندها الجميع، مما يوفر إطارا مقبولا تحل فيه داخله كل مشكلات البلاد. هذه هي عبقرية المجتمع السوداني التي أثبت من خلالها أنه متقدم على الدولة ومتفوق عليها. ولعمر دولة يقودها المجتمع بوعيه لن تخطئ، دولة يقودها المجتمع بوعيه لن تخطئ أبدا مسالك القيادة والريادة والتقدم والتطور والنهضة، وبمقتضى ذلك تتحقق الغايات والأهداف ويعاد ترتيب الأولويات العامة التي تحدد المقاصد العليا، وتتكامل عبقرية المجتمع مع مخرجات الحوار السياسي لتعضيد مشتملات الوثيقة الوطنية والتوصيات المقترنة بها، لا سيما تلك الخاصة بتعزيز بناء القيم والمفاهيم المتفق عليها لتنمية المجتمع روحيا وثقافيا، وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتطوير العلمي وتسريع وتيرته في التنمية الشاملة. وبذلك يتكامل كل هذا الجهد مع مخرجات برنامج إصلاح أجهزة الدولة في شقها المتصل بتعزيز قدرة هذه الأجهزة على رفع مستوى الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، ولتكون في ذات الوقت مؤهلة بالقدر الكافي للاستجابة لضرورات ومطلوبات استكمال النهضة الشاملة. وختاما أرجو أن أجدد عظيم امتناننا لكل القوى السياسية والمجتمعية التي استجابت للتفاعل الإيجابي مع مشروع الوثبة وصابرت حتى وصل المشروع إلى غاياته المنتظرة. كما أجدد الدعوة للممانعين حتى لا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية. وشرف الالتحاق بالإجماع الوطني الذي لم يشهد له تاريخنا السياسي مثيلا، وندعوهم للانضمام لمسيرة الوفاق الوطني الشامل بإذن الله تعالى، لنضع معا نصب عيوننا السودان أولا، ليساهم الجميع في استكمال بنائه وتحقيق نهضته المشهودة. وتكريما لهذه المناسبة
وتهيئة للمناخ السياسي الجديد أعلن عن تمديد وقف إطلاق النار إلى نهاية العام الحالي. وأخيرا لا يسعني إلا أن أكرر الشكر والتقدير وأثمن عاليا حضور الرؤساء الأشقاء والأصدقاء الذين شاركونا هذا الحدث التاريخي المفصلي والعرس الكبير لبلادنا الحبيبة، وهو تعبير بجهد وهي تعبر بجهد بنيها إلى آفاق السلام والأمن والاستقرار. وأقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وما التوفيق إلا من عند الله العلي القدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You know.